اليوم حسيتها صعبة. ألما أنت قوية، اللي عرف أول إشارة واللي عرف تاني أكيد رح يعرف هيدي، ما تخافي أوكي؟ شو مايكل صعبة إشارتي؟ ما بقدر ساعدك بس بقدر قلك إنه إشارتك هي أكلة. وإنت كمان أكلة. آه يمكن اليوم هو يوم الأكلات، بلشي قولي كل الأكلات اللي بتعرفيهم أكيد رح تحضريها. ملوخية، فاصوليا، رز عالدجاج، كفتة ورز. يلا ما بتزبط معي. مجدرة، مدردرة، فاصوليا، ملوخية، صرت عادي كل أكلي 100 مرة مش عم تزبط معي. ما لازم حدا يشوفني إني عم غش. حرق إصبعه؟ ما كنتش عرفت هالأكلة بحياتي. الحمد لله عرفت كلمتي. يلا لازم روح ساعد ألما. شو فتح المطعم؟ ما انت في عاجبيني كمان بابا غنوش. بابا غنوش؟ يس عرفت الكلمة تبعي. بس خليني فتح تختفي. يلا فلي من هون. كباب، كفتة، لحمة، دجاج، طبق أجنحة، دجاج، شيش طابوق، دجاج فرن. ألما شو عم تعملي؟ تتغالي كل أسماء على المنيو وما عم بحزر الأكلة تبعي. طلعي شوي أو شو؟ شو ورق. هاو؟ ورق. ورق أو شو؟ ورق عريش؟ ورق عنب. صح. ماما فيك تطبخي لي الأكل العراسي؟ من وين بدي أجيب لك مكوناتها هلا؟ طيب قولي لي المكونات وأنا بجيبهم. رز، لحمة، بصل، بندورة، قرفة. عرفت المندي؟ صنوبر، بلبنة، جبنة، بانجان مجقجع باللبن، برجر. أنا أول واحد باللعبة. مرحبا يا مسؤول السيستم. أهلاً أهلاً، برافو عليكم بعد ما اختفيتوا. أمتى بدها تخلص اللعبة؟ اللعبة اللي جاي كتير كتير صعبة، رح يختفي أكثر من 90% من العالم. بدكم تنتبهوا كتير منيح. مايكل أنا كتير خايفة. معلش يا ألما، إلا لنلاقي شي خدعة ونعرف نحلها. أنت فكري كتير منيح، فكري هيك أبعد من الصندوق. بركي قدرتي تعرفي شو هي الكلمة، فكري أكثر أوكي؟ هاي بتعرفوا ان العالم كله عم تحكي قديش صعب الإشارة اللي جاية؟ بس انتو ما تخافوا، انا رح كون قد ما في لمحكم اوكي؟ ما تخافوا، خلينا مع بعض هيك منساعد بعض اذا حدا كلمته هينة، على القليل يوصل واحد منا عالنهائي. مزبوط. يا زلمة لعبة الإشارة قديش صعبة، من وراها خسرت بنتي. ما انا كمان خسرت اختي الصغيرة. حياتي بطل إلها معنى من دون بنتي، انا رح اخسر لحتى اروح شوفها. كوسا يين بين بعدني هون وما اختفيت، معقول يطلع على المرايه وما يصير لي شيء؟ شو مايكل؟ شو نوع الاشاره اليوم؟ نوع الاشاره اليوم يمكن هي كلمه. يين في مليارات الكلمات، كيف بدنا نعرفها؟ ما بعرف، مستحيل نعرفها، هالمرحله كثير صعبه. منفضه، محارم، مجرير. حدا بينقي كلمه مجرير؟ طب مش عم بعرف شو بدي نقي. نقي كلمه اعمق واصعب. طب شو رايك تقلي الكلمة العراسي وانا كمان بقول لك؟ شو فكرك تضحكي علي وتخليني اختفي مثل ما خليتي بنتي تختفي؟ شو عرفك؟ يعني طلع شكي بمحله، إذا ما بخليكي تختفي ما بيكون اسمي جميل. رأس مين؟ كثير رح تفيدني هالمراية، رح أوصل 100% على النهاية. ألما أنا ليكو ليكو ليكو، في حدا حددني إنه بده يخفيني. مين هيدا؟ هيدا اللي خفيت له بنته بالخدعة. أنت خليكي معنا وأنا بحميكي. كثير خايفة. ركزي كثير منيح، أوكي؟ أوكي ركزي ركزي، بشو بتنوصف الأنب؟ كرامة، حنية، محبة. ألما ألما ألما، ركزي أكثر، الأم الأم. طيب طيب ركزي معي. شو شعار الجيش؟ شرف، تضحية، وفاء. برافو ألما، عن جد انك ذكية. تعالي نروح نساعد ماريا. يلا رياضة، هلأ صار وقت الانتقام. شفتي شي ماريا؟ بورمنا كل الدنيا عليها ومش عم نلاقيها. يلا كتير خايفاني ما لقيتها. ساعدوني ساعدوني. اتريها وتغيب الشمس وما حدا حيلاقيكي لأنه أنا خاطر.